اخبار اليوم. انت تستفيد واحنا نستفيد، عندنا منتجات يدويه وعندنا مليون نخله وعندنا قريه تريد ان تعود الى منتجها مره اخرى، مش هنسيبك تمثل شباب مصر. شكرا لك وزير التنميه المحليه، والله مش هنسيبك. ان ابوك الله يرحمه تاريخ مجيد، وان شاء الله بصماتك في سيناء تكون قويه توالينا. واقول للنواب احمد السيد حكومه أنت سيناء وأنت أب سيناء وستبقى معنا بإذن الله بإرادة أهل سيناء. شكرا لكل القيادات العمارة الكريمة.